ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية اليوم الأربعاء عن تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بالمتحور الجديد لفيروس كورونا أوميكرون لدى مواطنة مغربية بمدينة الدار البيضاء، وأوضح بلاغ للوزارة أن المواطنة تتواجد حاليا تحت الرعاية الصحية بإحدى المؤسسات الاستشفائية بالدار البيضاء، حيث يتم التكفل بها وفقا للإجراءات الصحية المعتمدة. وأكدت الوزارة أن الحالة الصحية للمواطنة المصابة مستقرة ولا تدعو للقلق. وكانت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية قد دعت المواطنات والمواطنين إلى العودة السريعة والآنية إلى التدابير الوقائية والحاجزية ضد الكوفيد-19 ولاستكمال التلقيح تفاديا لانتكاسات وبائية.